بصوا يا جماعه هشرح لكم ازاي جوز مهاجمين رايحين على مدافع واحد وازاي يعمل من وراه اوفر لاب. لو الهجمه من النص كده زي ما انتم شايفين لازم المهاجم يعمل من وراه اوفر لاب او يفتح له زاويه تمرير. الاثنين على واحد وهو راح في نص الجون في نص الملعب. طب لو الهجمه بقى من على الطرف يلا بينا. لو الهجمه 2 على 1 كده من على وينج او من زاويه زي ما انتم شايفين ما ينفعش المهاجم الثاني يعمل من وراه اوفر لاب، لانه لو عمل من وراه اوفر لاب خطورته على الجون هتقل.